أعلن مصدر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أونروا أن عشرات المسلحين الملثمين قاموا فجر اليوم بإحراق وتدمير أحد أكبر المخيمات الصيفية التابعة للأونروا في غزة. وللمزيد من المتابعة حول الحدث معنا عبر الهاتف مراسلتنا في غزة لنا شاهين. لنا، ماذا عن ردود الأفعال التي صدرت حتى الآن سواء من الحكومة المقالة حماس أو الأونروا؟ نعم، بالفعل هبة، كانت هناك العديد من الاستنكارات وردود الأفعال. بداية كانت من السيد جون جينغ وهو مدير عمليات الوكالة، الذي قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم، قال إن هذا التدمير هو عملية متطرفة وهي تكره الأطفال وتكره الحياة، وأكد أن الأونروا ستعيد بناء المخيم فورا وأن الألعاب الصيفية سوف تتواصل. هبة، هذا المخيم الأكبر هو كان من المقرر أن يتم العمل فيه في الشهر القادم بعد انتهاء الامتحانات. بالنسبة للحكومة، كان هناك أيضا تصريح بالنسبة للناطق باسم وزارة الداخلية الإيهاب لغصين، حيث قال إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث وشدد على أن هذا العمل مدان بشدة وأنه سوف يتم محاسبة الفاعلين فور الكشف عنهم. أيضا كان هناك إدانات من مراكز حقوق الإنسان، وأيضا كان هناك إدانات من قبل الفصائل من بينها الشعبية والديمقراطية، استنكروا هذا العمل كونه يشكل حالة جديدة وحالة من الفوضى التي تخلق الرعب والذعر بين المواطنين. نعم، لكن لنا هناك إشارة من بعض المعلومات إلى وجود تحذيرات سابقة للأونروا تتعلق بأدائها في القطاع، يعني ما هي فحوى هذه التحذيرات أو ما إذا كان لها يد في هذا الحدث الذي وقع في الفجر اليوم؟ بالفعل هبة، هذا ما كان يوم الجمعة، حيث كان هناك العديد من المجهولين قاموا بتوزيع أحد البيانات في بعض مساجد قطاع غزة، وقالوا في هذه البيانات أنهم هددوا باتخاذ إجراءات قاسية ضد وكالة الغوث الأونروا، ووصفوها بأنها جسم مشبوه ويخدم المصالح الاستعمارية، وأيضا هاجموا بشكل خاص وبشكل مباشر مدير عملياتها جون جينغ بقسوة غير مسبوقة. اليوم أيضا وعلى لسان عدنان أبو حسنة وهو المستشار الإعلامي للوكالة، قال إن الحارس الذي كان يقوم بحراسة هذا المخيم عندما جاء هؤلاء الملثمين وأحرقوا المخيم قبل أن يقوموا بتدميره اعتدوا على هذا الحارس، وأيضا سلموه رسالة تهديد لمدير عمليات الوكالة واثنين من موظفيه وبداخلها 4 رصاصات. يعني هو تهديد مباشر بالقتل، حيث تم تسليم هذه الرصاصات، ومن قبل كان هذا البيان الذي تم توزيعه في يوم الجمعة في الجوامع. نعم، لنا شاهين مراسلة أنيل في غزة، شكرا لك.